وصلنا معاكم مشاهدينا بفقرة كراسي ميكس، والفقرة نتعرف فيها كالعادة على أخبار غريبة ومن كل أنحاء العالم. أول خبر ما علينا، خطك حلو في الكتابة؟ لا. لا؟ لا لا أبداً؟ لا. طب مين باعتقادك أسوأ حدا بالكتابة بالخط؟ يعني زي ما هم معروف محترامي لهم الدكاترة. صح؟ بالضبط. يا سيدي، وزارة الصحة قررت تلغي الوصفة الطبية المكتوبة بالإيد. طيب. وتصير مطبوعة. حلو، مظبوط، مية مية. بس مش عنا. ولا وين؟ بالإمارات. يعني. الفرحة ما تمت. هلا اللي صار بالضبط إنه يعني هلا ما عندهم كثير حالات يعني بشكوا من الخط وهذا، بشكل عام ممكن يصير في خطأ يعني عادي، كلمة صغيرة، رقم صغير، حرف صغير ممكن يغير الوصفة، ممكن تؤدي لفعليا أشياء سيئة، حدا ياخذ مثلا جرعة زيادة، حدا ياخذ الدواء مش مناسب، أو ممكن بتصير يعني مزبوط. بتصير صح ولا لا؟ فهم قرروا إنه يلغوا كل الوصفات الطبية المكتوبة بخط الإيد حتى ما تصير هاي المشاكل، وحفاظا على الصحة العامة وعلى يعني يختصروا أخطاء قد ما بيقدروا، مع إنه هم فعليا نسبة الأشياء اللي بتصير من وراء الوصفات كثير قليلة، أوكي؟ بس حول العالم في فعليا تقريبا 7000 شخص من جميع أنحاء العالم حكت عنهم دراسة أمريكية فعليا توفوا نتيجة خطأ الخط سيء والوصفة مش مفهومة، وأخذوا مثلا جرعة غير عن الجرعة اللي كان المفروض ياخدوها، أو نوع الدواء اختلف، بتعرف بيجي من نفس الدواء مثلا فيه 200 جرام فيه 12 جرام فيه. أنا ما بعرف كيف اللي في الصيدلية الصيدلاني بيفهم على خط الدكتور. بعرفش، أنا بقعد بحلل. جد يعني مرات بيجي على بالي إنه أنا أقرأ، طب أنا أروح أقرأ عن الدواء شوية هيك، أنا فضول. أنا بحس إنه في مادة في الطب إنه الخط عشان يفهموا بعض. إذا في الخط الكوفي في الخط الدكتوري. الخط الدكتوري. المهم هذا الحكي راح يصير قريبا، راح تستبدل كل الروشتات يصيروا مطبوعين إلكترونيا. 20% من المرضى في العالم اللي حكينا عنهم بالدراسة بيعانوا من آثار جانبية إذا ما صار بسبب هذا الموضوع. فبس هذا خبري. طيب. مش غريب كتير، لطيف، وأنا مع إنهم على فكرة يعمموا هذا الشيء. بس جود ستيب يعني إنهم. حتى عنا. يلا. إن شاء الله توصل عنا. يا رب دورنا. طيب. خبرك. خبر الثاني بحكي عن دكتور في الجامعة قاعد بيشرح للطلاب وهو حامل طفل صغير. يعني رضيع. روك سمعت عن هذا الشيء؟ لا. في كانت هاي اللي كان شو اسمها نائبة في البرلمان بالإيطالية صح؟ إيطاليا كان شكلها حلو كتير. ليش طب حامله فكرك؟ ليش حامله فكرك؟ مرته مشغولة يعني الطريج على المحاضرة البيبي ستر في المتحف. لا لا، السبب الرئيسي هسا أيوة. أنت زي ما حكيتي الأمومة مسؤولية كبيرة، تمام؟ أنا حكيت؟ يعني هو معروف ان الامومه مسؤوليه ماشي كبيرة. يعني زي النائب الايطالي بصراحه اللي اخذت مسؤوليه كبيره. طبعا هلا في وحده طالبه في الجامعه بتدرس ماجستير، اوكي، عشان بتحافظ على هدفها وعلى حلمها انها بدها تكمل دراستها. طيب. فاضطرت انها تاخذ ابنها الرضيع على المحاضره. ايوه. فكان يبكي الرضيع وسبب لها احراج في القاعه يعني. طيب. شو كانت ردة فعل الدكتور؟ أنا حكيت لك، اتفهم مع الوضع زي ما بتشوفوا بالصور. أوكي. اتفهم مع الوضع وأخذ هالبيبي وصار يشرح للطلاب والبيبي قاعد بعيط، مرة بعيط مرة بسكت. حبيت. بالضبط. وهذا الدكتور اسمه حسن شمس. أوكي. هذا الحكي وين صار؟ بلبنان؟ في لبنان، في جامعة لبنانية. أوكي. والدكتور اسمه حسن شمس. أوكي. وحط تويتي على التويتر صورة وحامل الطفل وبحكي انه طول ما انا بشرح هذا الزلمه قاعد بعيط. واتوقع انه فهم اكثر من الطلاب اللي كانوا موجودين. اقرب واحد عليهم على الاغلب. اقرب واحد كان. بالضبط. فلا كان متعاون يعني حظها انه كثير حلو. على فكره احترام بصراحه لهذا الدكتور، لانه بالعاده يعني ما بتشوف ردة الفعل هاي انه ليش دكتور يحمل بيبي صح او ليش تجيبيه اصلا او ليش تيجي. بالضبط. بالعكس يعني هذا نوع، انا بصراحه يعني كل الاحترام جد يعني نرفع له القبعه بصراحه بالنسبه لي، لانه كثير صعب يعني وحده ام تقدر تكمل حياتها بالدراسه اذا عندها طفل. بالعاده بتقول خلص بكبر الولد شويه بقدر اصير احطه عند حدا بعدين ببلش اكمل الدراسه، وبتغيب السنين وبتروح الوقت وبروح الموضوع بتعرفش كيف. صح. فبصراحة احترام أول شيء للبنت وبعدين للأستاذ.